كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا مزيانين وصحيح تكون مزيانه. كنتمنى البنات تشاركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. المهم اليوم غنديروا شلاضه بسيطه بمكونات اللي هي بسيطه. كنحتاجوا فيها البنات خيزو من بعد ما سلقناه حكيناه على هذا الشكل، وكذلك البطاطا حتى هي سلقناها وحكيناها على هذا الشكل. المهم البنات بالنسبه ما كنسلقوش بزاف، يعني كنخليو شويه شاد، يعني ما كنسلقوش حتى كيطيب بزاف. وكذلك البنات كنحتاجوا الخيار اللي قطعناه على هذا الشكل، وكنحتاجوا الخس من بعد ما غسلناه حتى هويا. بالنسبه للبنات القرعه كنشدوها البنات كنحكوها وكنشحروها في شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار حتى كتولي على هذا الشكل. وكذلك البنات الباربه حتى هي البنات كنسلقوها وكننقيوها وكنحكوها على هذا الشكل. البنات الرز مسلوق، رز كلاسي من بعد ما سلقناه، كنزيدوا عليه البنات الذره، وكنزيدوا عليه الطون، كنزيدوا عليه المايونيز، وكنزيدوا عليه لي شامبينيون، وكنحتاجوا البنات البيض ديال السمان باش نزينوا، كنحتاجوا لي سوغيس حتى هي باش نزينوا الشلاضه ديالنا. الرز ديالنا مزيان البنات مع المكونات على هذا الشكل. بعد ما كملنا الشلاضه ديالنا كتجي على هذا الشكل البنات. كنتمنى البنات تجربوها. الدجاج ديالنا قطعناه ودرنا فيه اليازير مطحون وشويه ديال الكمون وشويه ديال القزبر حبوب مطحون وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، ودابا البنات غنرافقوا مع الشلاضه ديالنا. الدجاج ديالنا كيجي على هذا الشكل البنات، وشوينا معاه شويه ديال البصله وشويه ديال المطيشه، وقطعنا شويه ديال البصله على هذا الشكل وشويه ديال الربيع درناه من الفوق. كيجي البنات لذيذ وبنين. كنتمنى البنات تجربوه، وكنشكركم بزاف البنات على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي، وكنتمنى تابوناو عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبسلامه عليكم في فيديو جاي ان شاء الله.